السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا اتفضل. حبيب حضرتك يا شيخ، كنت قرأت في كتاب كان الدكتور محمود المصري كان كاتب من موجبات الصلاة السترة. أنا كنت قرأت إن أنت لو أنت نسيت واجب في الصلاة إن أنت تجيب سهو، فأنا تدرك لو السترة دي إزاي أجيب لها سهو؟ ليس لها سهو وليست بواجبة. السترة مستحبة، السترة مستحبة. أما الحديث الذي استدل به بعضهم هو حديث لا تصلي إلا إلى سترة فحديث ضعيف. أما ابن عباس يقول أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، أي إلى غير شيء يستره كما قال الإمام الشافعي. فالسترة مستحبة وليست بواجبة، ثم هي واجب منفصل إن كانت واجبة وليست بواجبة. طب هل يا شيخ تنقص من الأجر؟ ليست بواجبة. هل بتنقص من الأجر؟ يعني لو حد عدى من قدامي وأنا بصلي وما دفعتهوش تنقص من أجر الصلاة بتاعتي؟ تنقص من الأجر شوية. تنقص من الأجر. مش نفع الله بك يا شيخ. الله يسلمك.